السلام عليكم البنات في اي بي، مرحبا بكم. الله يبارك فيك كوتش إلهام، الله يخليك. الله يحفظكم لاله فدوى زهير ولاله سعاد. لاله سعاد الله يبارك فيك. ولاله مريامه ان شاء الله. مرحبا، بارك الله فيك. فدوى ولا منين نعيش انت حبيبتي؟ ولا ولا نعيش عائشة؟ كاينة عائشة فينك؟ كاينة كاينة عائشة؟ ألو، أهلا عائشة حبيبتي، أهلا. راكي معانا؟ راكي معانا حبيبتي ياك عائشة. البنات في الدواء دارت معانا الفي اي بي 2 اي 3 ودابا الفي اي بي 4 اللي غادي تكون في لو 15 سبتمبر ان شاء الله حتى 12 حتى 15 ديسمبر 2023. لاله سعاد كوري حتى هي الفي اي بي كانت معانا 3 ودابا معانا الفي اي بي 4 ان شاء الله. راهم هادو في اللائحة الانتظار، عندهم واحد المجموعة ما شاء الله باقيين من الآن كيخدموا ما شاء الله بيناتهم، عندهم واحد يعني حنا باقيين معاهم ما شاء الله، لي كوتش وكلشي باقيين معاهم. أستاذة مريم تحت الإشراف ديال أستاذة مريم، والحصص ديالهم ما كتريدش ما بين النخبات يعني بوغ لو مومون إن شاء الله، وباقيين كيخدموا على الحصص وكلشي، وعندهم واحد دايرين عائلة روحية بيناتهم، عائلة روحية معانا كاملين، وحصصهم ما شاء الله والتنظيفات جد عميقة. ولالة مريامة العزاوي كانت في النخبة رقم 3 ودابا معنا في النخبة رقم 4 بإذن الرحمن، تهي وتهي تجربتها وداك جميلة جدا معنا. كل واحد عنده تجربة، واحد الصبغة في الآخر في هدف في البي اي بي في النخبات. فدوى لو كان نسولو دابا فدوى زاهير، شنو استفدت من النخبات؟ من النخبات هذه غير مجموعه صغيره، كان مجموعه اخرى كبيره، ولكن اليوم درنا واحد الاجتماع صغير فهم مصغر باش نخدموا على شي واحد لوغدغ ديال الترافاي ديال اوجوردي، وباش نتكلموا على شي نقط. وكاين مجموعات اخرين، كاين بنات اخرين ما شاء الله، وكان منور بان جوج منورين بان الرحمن رجال معنا ان شاء الله حتى هما غادي يكونوا في النخبه، ومن بينهم الكوتش الكوانتولوج سي مصطفى. لاله فدوى مثلا التجربه ديالك انت تبارك الله، راكي دابا انت نقولوا اللي عندك الاقدميه في وسط البنات واه ما شاء الله. شنو مثلا لو كان نجيبوا فدوى زهير، ما بين فدوى زهير نهار اللي دخلت عقلتي الحصه الاولى ديالك مع استاذه مريم، ياكي عقلتي عقل على ذاك الفيديو الجميل جدا، ذاك الفيديو ذاك الصوت الرقيق الناعم تاع فدوى زاهر اللي حطت واحد الفيديو عقلت عليه تتسوبيان؟ عقلت عليه بيان سور بيان سور. أول حصة كان فيديو من ورا، بعدا نقدم راسي معكم فدوى زاهر من المغرب بالضبط من مدينة أكادير. هذاك الفيديو ما شاء الله نهار اللي خرجت درتو وحطيته لكم في الجروب ديك الساعة ديال النخبة رقم جوج، كان من وراء الحصة مباشرة اللي دوزت أول حصة مع الأستاذة مريم. عرفتي راه كان واحد ما شاء الله، واحد الجهد وواحد القوة في هذاك في ديك الحصة مع الأستاذة، راه خرجت مرفوعة ما عارفاش راسي واش أنا كاينة هنا نهائيا، أنا ما كايناش، كاينة في شي بلاصة أخرى ما عرفتش فين. الجهد ديال القوة ديال الكلمات ديال الأستاذة، وشنو وعيت معاها، وشنو فهمت، وشنو شرحت ليا، وعقود الأرواح اللي اختاريتهم في هذه التجربة، واللي قررت أنني نعود ناخذ عقود أرواح جديدة ونبدل من الحياة اللي أنا عايشاها وأنا غادة. راه كانت فريمون شي حاجة روعة، شي حاجة روعة. الملفات كيفاش تخدموا وسط الحصص مع الجروبات المصغره، مع لي كوتش اللي كانوا كيخدموا معانا، الطريقه ديال الخدمه ديالهم الحصص خلاص كاملين مع الاستاذه الاولى الثانيه الثالثه، وحنا غاديين
واحد النيفو واحد اخر فريمون عالي، وفي التطبيق ديال الدورات وسط هادو الجروبات شي حاجه ما نقدرش نوصفها ولا نوصل ولو جزء من شنو كندوزوه وسط الحصص. زعما ما شاء الله ما شاء الله شي حاجه خطيره. والشكل ديال الملفات كيفاش دخلت فيهم، كانوا فريمون كانوا كلهم مخربقين معوجين وكيفاش تفكوا كيفاش تجلاو وتقادوا كيفاش وليت عايشه زعما عايشه في هذوك الملفات بطريقه جديده. والشكل وكي غنقول لا ناتور تاع هذوك لي دوسي كيفاش تبدلات والشكل ديالهم وشنو عايشه حاليا وشنو كان قبل وشنو دابا شي حاجه خطيره والله. كنت الهام ما نقدرش نوصفها فريمون شي حاجه خطيره والله. ممتنه للاستاذه بزاف 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 على الجهد ديالها، وانتوما لي كوتش كاملين تخونني الكلمات الاحساس كيوصل. كل اللي فدوا انت دابا ما شاء الله، علاش زدتي النخبه ثلاثه ديال النخبه؟ شنو شدك في النخبه؟ شنو شدك ما بغيتيش تطلقي بينا؟ علاش من هالخلاق واه شنو هذا؟ شنو كاين؟ شنو السر؟ شنو دارت فيك فهمتي اللي باقي عاد شاده في النخبه ما شاء الله؟ طريقة ديال الانضباط اللي كنكونوا شادين، والريتم ديال التنظيفات والجهد ديالهم، وفريمون ما مساليينش لشي حاجه اخرى. وشنو واقع على برا مساليين غير لانتيغيور، شنو خصو يدار وشنو التنظيفات. وحنايا غاديين كيورينا العجب. انا حيتاش دخلت وشفت شنو ما يمكنش نطلق منها ونعاود نخرج. الجهد اللي شفته لو نيفو اللي كنت واللي انايا فيه اليوم، اكيد مازال باقي كاينه الخدمه ومازال كاين ما يدار ومازالين تنظيفات، وهادي هذا من حياتك كما ديما كتقول لنا الاستاذه. ولكن انا شفت بعيني شنو اللي تغير في الحياة ديالي، وشنو التجليات اللي أنا كنعيشهم. لا حبتك فدوة وحلوة فدوة فدوة ما شاء الله حلوة. ما بيناش داير بحال ديك الملك خفيف كاينة وما كايناش، يعني ما شاء الله عليها. ديك اللي كيقولوا الخفة ديال الروح، فدوة كاينة وما كايناش، يعني حضورها حاضرة فتحاضرة، شادة بلاستها في النخبات، شادة بالوجود ديالها، بالتنظيفة ديالها، لا ديسيبلين، تطبيقات. دائما كنشوف في دوك الدورات، يعني اللي كانت مثلا احنا كنلقاو صعوبة في تطبيق هذه الدورات، هنا لا لقات مع لي كوتش، مع رفيقة الدرب ديالها كيفاش كيتعاملوا مع الدورات. يعني سي تري امبورطون كلشي اللي قلتيه كاين صح، كاينه ياك حبيبتي. وراه قالت عليها وفدوى رزينة وحكيمة، راه قالتها لها الأستاذة، قالت لها الأستاذة فدوى كتسول، يعني الواحد واي. اللي كيبغي كيسول يعني راه باغي يفهم. دابا فدوى الله يحفظك، غادي نرجعوا لك حبيبتي نمشي عند أنا أخلق السعاد جند الأخلق. قولي اللي بغيت نسولك سعاد، علاش أنا أخلق النقطة الفوق نقطة زيادة؟ بغدا بنسولها، أول مرة نسولها وهكا على الملا. أخلق كيف فوق علاش هذيك نقطة زيادة ولا شنو؟ أخلق صافي خير، أخلق فوق القاف. محمد ردي ليها البلال داخلة، معليش داخلة في خير هذيك تثبيت للخلق، تثبيت للخلق. هذا شي حرف غادي نخلقه في اللغة العربية ما شاء الله. خير والله يا عمرو رديت ليها البال، راه ديما كنصورها وكنلوحها خير انا قلت ربما مع شي عندها معنى، قلت لك احنا ما عليناش. قولي لي لاله سعاد الخالقة لهذا الواقع الان،
والخالقه لهذا السيناريو، والخالقه لهذا البي اي بي بي، والخالقه الكوانتولوجي، الخالقه لكل شيء. غادي نولي نلفدو في الكوانتولوجي، وثلاثه بيهم ما شاء الله عليهم في الكوانتولوجي. ولاله عائشه وذهب ما كايناش معنا في الكوانتولوجي، ولكن من المستمعين الان هي في اي بي، ان شاء الله هذيك ما نزبلوهاش وما طرقينهاش، هذه تكون معنا ان شاء الله في مستويات اخرى. سعاد، شنو هي تجربتك من سعاد اللي كان من راسها ترجليها في الحريق، سعاد اللي دابا انا اخلق؟ الى ما انا راه عرفتي راه غنبقى نهضر لك من هنا حتى الصباح باش نحكي على التجربه ديالي مع النخبه. هو ملي المهم في النهايه ديال 2022، المهم انا مباشره بعد الطلاق دخلت للنخبه، والحمد لله يعني هي هذه احسن حاجه. وغير انني نويت، الحمد لله اصلا النيه انا راه كنحط ملي شفتكم السنه الماضيه في داك الاختتام اللي كنتو درتو مع النخبه، ودرت النيه وحطيتها في لوحه اهدافي، ومع التنظيفات والدورات كان ما بانت ليا حتى شي، كنقول المهم الايجو ما بان ليا حتى شي حاجه، بالعكس الحياه، وكنت في حياه زوجيه وداكشي غادي كيزيد يترون ولكن حتى هذا راه تجلي سبحان الله العظيم. ملي جات النخبه، غير انني في النيه وانني كان ديال المسائل باش نسجل في النخبه، واحد ديك شتي ديك الزوبعه اللي كتجمي الله بعد الطريق، عرفتي جاتني انا في النخبه واحد الزوبعه سبحان الله العظيم، راه من كل شيء ولكن كل شيء سبحان الله العظيم من بعد فهمته. جات في دقه واحده، مثلا كانت واحد العاصفه ثلجيه، كنت نعسه ما بيا تكطيح الدار، واحد شويه شريت الطوموبيل، وملي شريت الطوموبيل ولكن شريتها من المنطقه، من بعد فهمت بانني شريتها من المنطقه الايغو، وقعت واحد الحادثه ساير. من بعد جا هذاك، كنت يعني قبل النخبه كان عندي واحد الالم اللي كان كيشدني لمده ديال سنوات. هذاك الالم كان كيجي كان يعني نقول لك 2016 2015 كان كيجي داك الالم، واحد الالم حاد كان كيجدني، كانت كوانسه يعني ما كنتحركش نهائيا. في الاول كيشدني لمده ديال 3 ايام، شويه طور سيمانه 15 يوم شهرين، كنمشي عند الطبيب كيقول لي ما عندك حتى شي حاجه، كندير الراديو كناكل ادويه ما عندك حتى شي حاجه. السنه الماضيه شدني تقريبا نقول سنه، ما بقيتش ما مشاش نهائيا، واحد الرجل ديالي ما قدرش نتحرك بيها. من بعد ملي قربت النخبه زاد سبحان الله العظيم هذاك الالم، واحد الالم راه واحد الالم ودا الهام راه فظيع، الم حاد من الجسم ديالي كله، من العنق الى اسفل الرجل. وملي دخلت الحمد لله دخلت النخبه، واول حصه كانت مع الاستاذه مريم، والطريقه باش كتهضر معايا الاستاذه مريم، هذيك الحنيه وهذاك الحب باش كتهضر معايا الاستاذه مريم، راه عمرني سمعت هذاك الحب في حياتي كامله، ولو مع الام الطريقه باش كتهضر معايا سعاد هادي، عرفتي الطريقه باش سبحان الله العظيم الطريقه ديالها حاجه واحده اخرى، حتى بعد النخب وحتى في الرحمه رحمه رحمه شتي اشد شتي لكن شي مصطلح اكثر من الرحمه، تعاطف يعني تعاطف، وهي ما شاء الله بالقوه ديالها وبالعلم ديالها عارفه الناس اللي هشين باش غير هشين، يعني الطريقه باش كتعامل كان انت كتجاوب الايجو كتعرفوا الطريقه، ملي كتشوف الاثار الداخليه والهشوشه الهشوشه هش 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 اكثر من الزجاج وفعلا والله انا والله العظيم هذا الشيء اللي لمسني في الاستاذه مريم، يعني سبحان الله انا من دخلت بالاطفال الداخليه اللي عندهم ايبر سونسيبل، عندهم حساسيه كثيره كي قلتي، مع شوش ديك الحب مع
سي نورمال تجي واحد واحد الحاجه وقعت لي في النخبه، الايجو ديالي يعني بحال قلتي كان كيخدم معايا غير في الدورات، وكنت واخا هكاك مسيطر عليه. تصوري اي الهم نقولها لك ضحي عليا، تصوري ان الايجو كان كيقول لي لا لا نسالي الدوره، يقول لي لا هذا الشيء ديالك ماشي هو هذاك، وكان رجع معاه وليت كنكتب شتي الاوديو، كنكتبو كما هو، خبرك بان التاملات كنت كنكتبهم. واو واو والله العظيم واو عرفتي شتي داك التامل ديال حب الذات، شي ثلاث صفحات. المهم واو انا قال لي ماشي هو هذاك، المهم تاملات سمعت تقول كلمه، نوقف سبحان الله. داك الفيديو نكتب الكلمه، نكتبها يعني ما خليت ليه فين. المهم هكا انا هكا جاني ديك الساعات، قلت انا كنقول لا ما بانش، ما كاينش تجليات، ما كاين والو، واقيلا ما كنطبقش مزيان، كنعاود ندير الدورات وكذا. وفي النخبه بحال قلتي داك الايجو تفرقع تفرقع صافي، ومع داك الالم. ورغم ذلك الاستاذه صراحه والله العظيم ما خلاتنيش نهائيا، وكانت كتهضر معايا، كتهضر معايا وكتصيفط لي اوديوات، ودائما كتذكرني كتقول لي هذا راه ايجو، هذا راه غير الطفله ديالك اللي كدير لك هذا الشيء، هذا راه انت الروح، انت الذات العليا، انت فوق من هذا الشيء غادي يدوز، هذا الشيء غيكون غير ذكرى، غير كذا كذا. ومع انتما صراحه، انتما اللي كنت صراحه عاونتونا بزاف بزاف، ما شاء الله. وبقيتوا معنا، ولكن التجربه ديال النخبه انا يديا درتهم فوق راسي، قلت لهم هذا شوفي غادي. باش نعم ما نطولوش بزاف، شوفي مثلا نبذة صغيرة، منتي من تحطيتي في وسط لي كونتولوج ودازو عليك، عطيني على التجربة وبعجالة يعني إن شاء الله. واش منتي الكوانتولوج؟ لي كوتش من فاتوا عليك بالحصة، الحصص كاملين تبارك الله، كي كانت سؤال كي ولات من بعد شنو حسيتي يعني فهاد الحصة هادي زوين. ونعاودك مثلا في النخبة كاين هاد، كاين لي كوتش اللي كيكونوا في حصص مع، كاين الحصص ديال أستاذة مريم، هادو بوحدهم طاقيين ما شاء الله، قويين جدا جدا جدا، اللي هدرت عليهم في الدواء وهدرت عليهم انتي. والحصص ديال لي كوتش، ومثلا بحال القصة ديال سعاد، هي كتحكي عليها كي كانت وكي ولات زوبعة، ومن تلموا عليها الحصص كاملين لي كوتش، غير وحدة 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 كيفاش كان التغيير من إلى. هذه أعطيني واحد هذيك كانت في هذاك واحد التجلي، واحد اخر كان في النهايه ديال النخبه، واللي كانوا خدموا معايا داروا معايا الحصص كاملين في ديك الطفله اللي كانت عندها، اللي كانت مع الملف ديال العاده الشهريه، وانها ما قابلاش، وانها ان ديك الطفله كانت كتلوم الاخت ديالها في ديك اللحظه، كانت عايشه مع الاخت الكبيره معاها، وكانت كتلوم ان الاخت ديالها ما سمعتهاش، ما شرحتهاش، ما كانت كتلوم الاخت ديالها. وبالنسبه للحصص ديال الكوتش، الطفله كانت بغات اخت وحده، وجاوها بزاف ديال الاخوات، كلهم عطاوها الحب. وسبحان الله العظيم لقيت بان الطفله ديالي ما عارفاش واش هذيك حكمه، واش هذيك، ومع التنظيفات ديالهم والحصص ديالهم وكيفهموها، ملي درنا التامل مع الهوبونوبونو العاده الشهريه، ملي عرفنا شكون حنا، انها دخلات، انها بحال شدات واحد الحكمه ديال الله سبحانه وتعالى، بان راه فيها الخالق، فيها انها متميزه على بزاف ديال المخلوقات كاملين، انها في الانوثه ديالها، ولا خرجت ما شاء الله. واحدة أخرى الحمد لله، راه تشافات هذيك الطفلة بفضل النخبة وفضل ما أستاذة شاء الله. مريم. ومنها مشات لالا سعاد، دخلت كونترولوجي من تشافي الدوسي ديال اللي كيقولها العار، الدوسي ديال العار، الخلق وسيادة سيادة الروح في كونترولوجي شمول. شكرا لك سعاد حبيبتي، غنمشيو دابا عند لالا مريامة. لالا مريامة عزاوي، شنو التجربة ديالك في النخبة وفاش نفعت لالا مريامة؟ اولا شكرا عظيم. انا نبغي نقول التجربه ديالي الشخصيه كيفاش توصلت لهذا المستوى. انا في الاول كنت بحال ساتوري، يعني عارفه راسي انني ماشي هي هاديك، شي حاجه يعني جس يعني كيلكو شوز كي كلوش، يعني عارفه راسي جو سوي با بيان دون ما بو،
ولكن ما عرفتش السبب شنو هو. الوغ بيان سور كوم تو لو موند كتبقاي تفكري كيفاش علاش هادي هادي هادي. المهم وصل لواحد الوقيته اللي راسي عيا بالتفكير ما بقيتش باغا نفكر يعني ما بقيتش باغا نفكر وليت كنبغي غير نعس. وداك اللي كنبغي غير نعس هي فين حسيت براسي كو خاصني ان سويفي يعني كيفاش انا من النوع اللي اكتيف غنولى باغي غير نعس ما باغا نسمع حتى واحد ما باغا ندير حتى حاجه ما باغا هادي. سو كوم باغ هازار انا ما كان عندي حتى شي علاقه مع اليوتيوب والو والو ما كان عندي حتى شي علاقه. كوم باغ هازار غادي يجيني لا فيديو ديال اسد مريم في التليفون الوغ كو ما عندي حتى حد كيعرف اسد مريم. غير في الصيف كنت مسافره وكنت كنبقى ديما نقول انا مسافره وكنبقى نقول يا ربي وريني طريق النور كنبقى نقولها مع راسي يعني كاع ديك 3 شهور اللي كنت مسافره كنبقى نعاودها كنقول بغيت الا كاين شي خير ولا شي نور في الطريق باقي ما عرفتوش وريه ليا. كوم باغازير ديك الشيء ما عقت به حتى من بعد يعني جات لا فيديو ملي جات لا فيديو ديال الاستاذه مريم قلت فوالا هادي يعني هادي قاست لي شي حاجه في داك الشيء ديالي اوتوماتيكمون بدون ما نبقى نتفرج في لي فيديو ولا والو خديت اون كونسلطاسيون مع الاستاذه. في لا كونسلطاسيون غادي نلقى بحال اون ماما اللي عندها 4-5 ديال الدراري وكلهم صغار مي هي الوحيده اللي كتعرف علاش كل واحد كيبكي هذا الجوع ولا هذا يعني فيه الوجع ديال الكرشو لا المهم حسيت فريمون عرفاتني علاش كنبكي من الداخل خاصه فريمون ما كنبكيش على الاكستيريور مي ان اتر هومان راه كيبكي من الداخل بلا ما يحس. عرفات لي شنو هو المشكله ديالي alors que فصيفطات لي داك لو كونط روندو من بعد لا كونسلطاسيون سي تري بيان لي فريمون جوسكا مانون كنرجع ليه لان كنبغي نعرف شنو كندير لو ليان ديال فين كنت اول ايتاب وفين وصلت دابا يعني ملي صيفطات لي داك لو يعني لو كونط روندو بقيت كنقرا فيه ثلاثه كنقرا وكنعاود كنقرا تيلمون باقا مزيان كتبات لي tu es forte et tu es vulnérable مشيت انا فينيرابل بور موا ضعيفه مشيت كنقلب عليها في الديكسيونير باغا نعرف بالضبط شنو معني شنو قصدات بها الاستاذه. ملي دخلت معها في الحصه سولتها قلت لها استاذه شنو قصدتي بها يعني هذا سي ليغو ديالي اللي ديما خدام وديما باغي يعرف التفاصيل وباغي هذا وشرحت لي الاستاذه هذا هو اللي بغيت يعني هذا هو باش وصلت للفي اي بي لان الاستاذه هي اوتوماتيكمون قالت لي دخلي معنا الفي اي بي. ملي دخلت يعني عارفه راسي عندي مشكل عارفه راسي جو سوي با ستابل ايموشنيلمون مي ما عارفاش كيفاش نداوي راسي ما عارفاش كيفاش نخرج راسي من هذيك المأزق. بقيت غاده في لي سيانس انا اللي فريمون ان ما توشي سي شنو يعني كيفاش كتقراني الاستاذه في لي سيانس يعني شوز اللي انا ما كنحش بها يعني الباستري فلويد كتحسي براسك غير كتهضري مي اون فيت راه كديري تنظيفات هادي بلس كيفاش كاين التنظيم مع لي كوتش لان هي كتعطيك ان بوتي كونط روندو ديال شنو غتخدمي مع لي كوتش اون باراليل. انا هاديك اللي فريمون لقيتها واحد اللي ما عندكش في ديفي لا ديسيبلين واحد لونكادغمون يعني شنو كيخرج ان ريزومي في اون سيانس كتجلسي تطبقيه لي 3 سيمين ملي كتطبقيه يعني خدامه عليه يعني ما عندكش فين تلفي. واللي زوين هو ملي كديري ديك لا بيتيت سيانس مع الكوتش الكوتش حتى هو راه بحالك بحالو فعلا ما كانش ماشي سبق منك ماشي حتى هو كينظف بحالو اي تو بارطاج يعني كديري بحال اون بيتيت فامي اللي كترتاحي فيها واللي تقدري تعبري على شنو عندك لان ماشي كلشي يقدر يسمع لكلشي كتجلسي كتخوي يعني كتحيدي عليك العار وكتقولي مشكلتك شنو هي وكتجلسي تريتي داك المشكل. هذا هو التجلي الكبير اللي كيوقع ان الواحد طلع من دوك لي ماسك ديالو وكيقدر يعاود للكوتش شنو مشكلته لانه يقدر تكون سامير ولا تكون ختوم اللي ما كاين عندوش لوداس باش يقول ليها شنو ضارو.
هذا هو وكاينه واحد القضيه عاوتاني اللي عجبتني في عند استاذه مريم ولي كوتش، سي بحال بغيتي تقولي لانتيميتي اي لا سيكوريتي ديال كل واحد كونفيدونسيال كونفيدونسيال. يعني انا ملي نجلس مع اون كوتش غادي هذا سي فري كو هي كتعطيني الخاطر باش نقدر نعاود ليها، مي جو سي تري تري بيان اي جي توت افي كونفيونس كو ما غاديش يتباس هذاك الشيء لان اوتر جروب كيبقى في هذيك لا سيونس وكيسالي في هذيك لا سيونس، وهذه ما كتلقاهاش عند كل شيء وما كايناش عند كل شيء. هادو لان شو لان ماشي غير مثلا لا ديسيبلين ولا اون فيت اللي كاين قوانين، حنا مامنين بان ما كاين قوانين كون هي اللي يعني اون فيت عارفين بان ما كاين كارما، كان بزاف حوايج، كان احترام، كان رقي، كان بزاف حوايج اللي جمعنا، ماشي غير جاي نخوي ولا شي حاجه، بالعكس يعني واحد تهذيب الايجو والروحانيات، يعني واحد الرقي في التعامل، ارواح مرتقيه، عائله روحيه، ما كيجمعناش اون فيت يعني واحد الدوسي، واحد الدوسي ملف، ماشي ملف، ماشي ملف مكتوب، نو ماشي ملف. يعني هذا هو اللي بغيت نشير ليه الانتباه، لان كاينين ناس اللي كيدخلوا كيجلسوا كيهضروا مع بعضياتهم في دي جروب هادي مي كيبقى داكشي دو بوش اوغي كيداول سي بلو ان سيونس ثيرابوتيك. يعني ملي كتحسي براسك انت اون سيكوريتي كترتاحي وكتوصلي للهدف ديالك، كتقدري توصلي للهدف طاقه نقيه. شوفي في حبيبتي مريم طاقه نقيه، ما كانش حاجه اللي كتجي من برا نحطوها في الجروبات، كان غير المواضيع ديال الاخر ديال البنات يعني بيناتهم، المواضيع اللي في التطبيقات في التمارين الحاجه اللي كتطلع من يعني في الطاقه ديالك، مثلا مجموعات اللي كديروها كمجموعات وكديروا شي حب الذات وبيناتكم كتجتمعوا ما شاء الله وكنجتمعوا كامل حب الذات وكتطلعوا الطاقه، كاين الوقيته ديال التنظيفات، كاين الوقيته ديال التطبيقات، كاين الوقيته ديال التاملات، يعني اون فيت يعني واحد جنه وصافي، انا كنقول جنه وي وي، كاين واحد لو واحد يعني واحد الجو يعني بروبر سي سا نقي انوسون سي سا بروت يعني داخلي والو يعني كيما هو صوت، وهذا كيعطيك راحه وكيعطيك امل وكيعطيك اندفاع انك تكملي. علاش لا سولتي من ورا فدوى علاش يعني سي فري كو سي فري كو الواحد كينظف مي عنده واحد الاندفاع ان كاين واحد يعني واحد لا ليجيتيميتي فهاد الشيء، راه ماشي غير هضره وكلام. وشكون هادي اللي كتقول هاد الهضره؟ البنات مريامه والايغو ديالها اللي فريمون كيكالكولي كل حاجه، يعني ما قالت هاد الهضره شنو الخدمه ديالك حبيبتي؟ شنو الخدمه ديالك؟ شنو ودخلت اصلا على حساب الايغو اللي كيكالكولي اناليزي اللي عند محلل يعني ضرب 100 حساب باش يكون هنا في الفي اي بي. وي 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 انا جو لافو يعني حتى الاستاذ قلت انا جو سوي كلكان اللي براغماتيك يعني يعني ما نقدرش نتقبل شي حاجه الا ما عقلي ما تقبلهاش ليا. اوكي وقولي لي مرحله ما بين تقبل العقل ودخول العقل هو اللي دخل هنايا كل في اي بي وي وشنو لمست الناس كان شي نسمات روحانيه شي حاجه دخل للروح ديال مريم في هذه القصه كامله؟ غادي نقول لك انا الشعور اللي انا فريمون حسيت به يعني انا فاش دخلت لقيت راسي في وسط بحر كنعوم في واحد البحر اللي ما عارفاش فين اين ديريكسيون غنتجه غير عارف كنعوم جو فلوت كما كيقولوا كنسمع من استاذه كنسمع من الكوتشات كنسمع وعقلي اون ميم طون بحال كي سو كونتردي مع داكشي يعني عقلي يا هادشي راه ما يمكنش راه خاصك تخدمي عقلك راه خاصك هادي يعني بقيت بحال في صراع مي اون ميم طون كنبقى نقول هكا في الليل ملي كنبغي نعس كنقول نو ما يمكنش انا كو كنت ستاب ايموشنيلمون جو سري با لا كنت كاع ما حسيت بهذا التعب كنت كاع ما حسيت بهذا الانرجي اللي هبطات عندي يعني فريمون سانيتيرمون يعني صحيا حسيت براسي فابل يعني خاويه من الداخل داك اللي كان يقدر يجري 5 كيلومتر ولا كيجري غير 2 كيلومتر يعني خاويه من الداخل وبقيت يعني
دوك يعني جوج بحال دو بيرسون كيتحاوروا لداخل مع بعضياتهم، واحد كيقول ليه لا هادشي راه ما كاينش منه، واحد كيقول ليه وانت كنتي مزيان كاع ما تكون هنا. وبقيت هكاك، مي شنو قلت عاوتاني داك اللي يقول لي كما قالت المنوره سعاد هو اللي واقيلا انا فعني وصلت لهاد لو ستاد. بقيت كنقول انا سي لو جون اللي لا بديت الحاجه خاصني نكملها، انا سي با لو جون اللي كنوقف في النص، انا لا بديتها خاصني نكملها. قلت بديت هاد بديت هاد الطريق خاصني نكملها، خاصني حتى الاخر. وما كان ويعني واخده ديسيجن من النهار اللي دخلت، كما كان نتفرج في دي فيديو ديال دوتغ جون، ما كندخل داكشي يدار ليا راسي يتشوش ليا افكاري لا والو، انا ديجا يا ربي غير ما يتشوشوش ليا افكاري غير مع راسي ما داخله والو كونسونطري. يعني كما كتقول داخله الجروبات لا الهضره لا داكشي زياده لا والو، يعني مختصره حياتي مزيان. وبقيت كنقول خاصني نعرف، خاصني نوصل نهضر مع راسي، يعني نعرف كيفاش نتصنت عظامي كما كنقولوا، كيفاش عظامي يهضروا معايا، خاصني نوصل لهذا الشيء. عاد داك اللي يقول لي فريمون التيا انه يوصل يجلس مع راسو ويسمع نفسه، ما يبقاش يسمع غير الناس شنو غادي يقولوا عليه ولا كومون ايفون لو فوا ولا كومون ايفون. انا هذاك الشيء بغيت ستوب، بغيت نهضر راسي انا ونعرف راسي شنو دارني. وصلتي مريم وليت نعرف وي اكزاكتومون. ملي خرجت من الفي اي بي اصلا سولتني الاستاذه لو ديرني يعني لا ديرني، قلتها ليها قالت لي شنو هذا، قلت لها او موا وليت نعرف شنو بيا يعني او موا كنت مقلقه نعرف هذيك التقلقه شنو هي، واش طفل داخلي ولا دي زيموسيون ولا بعدا نعرف نمشي شنو هي شنو هادي كنسميوها لالا مريم، يعني عندك الرؤيه يعني لا فيو مراقب يعني وليت نعرف نكتب الوغ كو افون ما كانش عندي لا نوسيون ديال نكتب لي زيدي ولا نكتب مي زيموسيون، نبقى نهضر انا نقولهم ليك ولكن نكتبهم. لقيت سيتي ان غران ان غران ان غران يعني ولا اون غراند فيكتوار لراسي، ارتاحيت من يعني في عوض ما نبقى في ديك لا كونتراديكسيون مع ليكستيريور نبقى نقنعو في ديك افكاري نو. ملي كنعرف راسي ما تفهمتش مع داك الانسان ولا ديك لا سيتوياسيون كنرجع انا راسي وكنجلس نكتب كنقول انا ديفو مني انا ماشي من السيد ولا من السيده، انا اللي خاصني. واحد الحاجه اللي زوينه خصني نقولها في حقك لالا مريم، شنو كنت في الجروبات يعني كنت كمشرفه، واحد الحاجه اللي كانت كتلمسني فيك الامتنان والشكر. واو شي انا بامتنان الطريقه اللي كنتي كتعيشي بالامتنان، وخا الايغو مثلا هذا الايغو ديالها كتهضر لك اللي سمعها يقول الايغو هذه عندها واحد الايغو مؤدب ومهذب بغى يتعلم مربي وجالس وكيت باغي التغيير باغي حوايج، وعندها واحد الحاجه الامتنان هي طاقه جد عاليه، الطاقه ديال الرب. انا عندي الامتنان ملي عينيا من الصباح. واو والله الا قلت لك راه واقيلا واحد المره قلتها في لا فيديو، بعض المرات كيبقى يضحك عليا راجلي بهذيك الحمد لله، يعني بعض المرات كنكون غير عيانه كان غير كنجلس فوق الفراش وكنرتاح كنقول الحمد لله على هذه النعمه ديال اللي كنحس بالراحه، اللي كنحس بغيت ترتاح. مشيت سوبر مارشي وجيت وغادي نستف الغراض ديالي في الثلاجه ولا في البلاكار انا، وكنهزهم من الباني وكنحطهم. وحق الله العلي العظيم الا كنبقى نقول الحمد لله والشكر لله اللي ربي عطيني لا بوسيبيليتي انني نشري هادشي، لان كاينين الناس اللي ما كيشريوهمش. ولادي كاع يعني اتل بوين كنبقى نقول هادشي كيقول لي ماما صافي تو اكزاجيري، كنقول لهم لا خصكم تعرفوا قيمه نتوما داكشي اللي عطيكم صدر ربي هكا ا فولونتي، خصكم تحمدوا الله خصكم هادي ما شاء الله عليك. وماشي دابا ملي كنت صغيره ملي الحمد لله. كنشوف الحمد لله قسما بالله الا ديما كنقولها كنقول الحمد لله اللي صدر ربي طيحني مع هاد الناس وفي هاد الطريق ديك بروبر، لان سي غار دو تروفي دي جون بروبر. والله يعني كتكوني كتهضري عارفه راسك كتهضري بنيه طيبه
وي سين فامي سبيريتوال، عائله روحيه كتلقى راسك مرتاحه مع، يعني شوفي البندولات والحالات والدنيا كيفاش عايشه الان، الفوضى واو وشنو كيصرى في ايوه العالم، وحنا جالسين في ديك لابول ديالنا، وديك لين تحكم عجيبه سبحان الله هذيك فعلا. لابول، فريمون بروتيجي بالنور ديال الاستاذه ديالنا ومعلمه والرسول ديال هاد الشيء، ومتبعين او في الطريق ديالها متبعين وشنو وصلت، وحنا عايشينه لامسينه، وسيرتو وعارفه فهاد سي با كيستيون تيل، ماشي غير سبيريتوالمون، راه حتى سيانتيفيكمون، يعني واو ايفولوي سيانتيفيكمون. واو راه لي لا سبيريتوال، يعني انت المعلومات اللي كيكونوا في الدورات سي فري كو كاينين تأملات، كاينين حوايج لي سبيريتوال، مي راه نص الدورة سيانتيفيك، واي اكزاكتومون. راه نص الدورة الا جيتي يعني tu palpes les choses بيدي نو راه سيانتيفيك، يعني ملي كنكونوا كنهضروا يعني دورة المشاعر نصها سيانتيفيك، دورة العقل نصها سيانتيفيك، يعني كاينه لا سيانس، يعني انت عاوتاني صح تاتي كتقفي، يعني كيجوك معلومات اخر ما كاين، يعني ماشي كتهضري على 30 عام ولا 40 عام اللور، كتهضري على دابا شنو كاين. يعني الكوانتوم مثلا، هاد الكوانتوم والفضاء والفراغ وهاد الشيء، هاد الفيد وهاد الشيء اللي كاين، هادي راه خطير هاد الشيء ما شاء الله. شنو هادي هو عارفين واش قالت هو، وحق الله ما عارف هو، يعني يعني كتبقاي تشرحي لي كتقولي لي ها شنو هي ها شنو هي شنو هي، كيقول لك هادشي فين شتيه، كتشرحي لي كاين كلشي في لا سيونس، كلشي في لا سيونس، ولا سيونس باش تعرفي بان ما فيها فيها الروحانيات خير ان شاء الله. فوالا واه هي فيها الروحانيات، الله موجود في كل حاجة، موجود فينا، موجود في كلشي. هو غادي الأستاذة وغادي تقول لنا تفضلوا، حنا اللي ماشي كوتش غادي تقول لنا تفضلوا، يعني اكتشفوا معنا هاد لو هاد ال... يعني الجديد. انا بوغ موا سيتي ان كادو، لان بالنسبه ليا غير لي كوتش اللي خدامين شحال هادي معاهم هذوك هما اللي عندهم الحق، هما اللي ايسون اب. ملي غادي تقول لي الاستاذه انا تحيت عندي داك الايغو ديال الاكتشاف وديال لا سيونس، قلت غير خصني نمشي كيوريوزيتي ديالي، خصني نمشي ما شاء الله تستاهلي تستحقين حبيبتي. مني مشيت عالم اخر، يعني خاصك ما عرفت شحال، راه ديك النهار قلت للبنات خاصك ما عرفت شحال غير باش تستوعبي، غير باش تستوعبي شنو كتقول الاستاذه. فعلا غير تستوعبي داك الكلام ديال انا اخلوق، دابا عتي راه ما كاين ما سهل من تقوليها كتبرونسيها، ولكن بس تحسي بيها ومخك يحللها في الكون وفي شنو قدامك وشنو انت كتعيش سيونتيفيكمون وسيونتيفيكمون وسيونتيفيكمون فهمتي، وطاقيا كيفاش هذيك انا اخلوق وشنو هي. وي وي يعني اسهل هاد من هنا لهنا، ولكن باش يعني تلمسيها كيفاش شنو هي، بحال شي معادله غتفكيها وتعرفي سكو سا فو دير، راه يلفو دو طون، راه ما كاينش ما كاينش ما تقدرش ما تقدرش تفكيها. خير اكسميتو عائشه فينك فينك عائشه، دخلي تقولي جوج كلمات عائشه حبيبتي ان شاء الله. عائشه السلام عائشه، عطينا واحد التجربه ديالك في الفي اي بي، وشنو عجبك في الفي اي بي وعلاش بقيتي معانا لاله عائشه؟ رغم الصعوبات عائشه شي حاجه خطيره بيتي سين نعم تسمعني؟ كنسمعك حبيبتي والله باي ان شاء الله نسمعك مزيان. هلو؟ بس وي كنسمعك حبيبتي هضري تكلمي عائشة. قلت لك بيتي المهم يا ربي تكون شوية زوينة زعما المهم. بلاتي نبدل البلاصة عاوتاني. معك عائشة غير تكلمي حبيبتي. أين أنت؟ سعاد شنو قبل تكملي كلمة الختام
وفدوى أبخي باش نمشيو عند عائشة تكمل ونختتموا بيننا الرحمن. لا سؤال، شنو بغيتي أكثر تعيشي في النخبة رقم 4 وفي مستويات النخبة رقم 4؟ نزيد نفهم، نزيد نفهم العظمة اللي عطاها لي يا ربي، وأنا يا كنت مخبيها بالحجب بالمشاعر والمعتقدات إن شاء الله. في رحاب أستاذة مريم. هاي الهام، السلام عليكم. لا عائشة، علاش باقية معنا في النخبة رقم 4 عائشة؟ قولي لي علاش. راه النخبة رقم 3 جات لي سبحان. 3 دابا 4 زعما علاش انت قلت النخبة 4؟ راه كاين النتيجة بزاف سبحان الله العظيم. كنشوف كاين في البديت سبحان الله العظيم، واحد النفسانية، واحد ارتاحيت، واحد النظرة تشوفي فيها العالم، تشوفي فيها البشر، تشوفي فيها زعما واحد صعيب باش نقولها لك نوصفك. فين كنت، فين وليت، فين خرجت لي هذاك النخبة، هذا الشيء باش بغيت عاوتاني ندخل فيه. هذا الشيء اللي مهم، بحال وليت حيت شي حاجه بين عينيا سبحان الله العظيم. وليت مرتاحه بزاف بزاف بزاف. واخا نهضر حتى نعيا صعيب باش بعض المرات تنقول زعما فراسي ملي مازال انا ما تبعت هذاك الطريق، ملي مازال انا بقيت في النسخه ديالي الاولى. هادشي اللي كان كنرجع بزاف سبحان الله. نعم عائشه ما كانتش قاريه، ما كانش قرا ودخلت النخبه ما قارياش، وكانت كل خطره انا ما نقراش، ما نعرفش نقرا وكلشي. عائشه دابا نعطيها الورقه والستيلو ونعطيها الكتاب، وما شاء الله عليها توصلت انها في حفل توقيع الكتاب تقدمتها الاستاذه وتكلمت وعندها استحقاق عالي. وعائشه من الكوتش ديالنا ان شاء الله الجايين بين الرحمن، عائشه اوداها ولا غادي تكون كوتش. وعائشه اللي عندها طريقه خطيره، وخا كتقول انها ما كتقراش، خطيره في تطبيق الدورات سبيسيال، يعني عندها واحد التميز واحد خطير. يعني راه مشاركه بعد الورشات، حنا كنقولوا لهم كيفاش كتطبق الدوره بالطريقه ديالها، بالفهم ديالها، متبع الكود ديالها. وكنقولوا ما قارياش اون فيت، ولكن عندها طريقة عجيبة سبحان الله العظيم باش تطبق الدورات. شكرا لك. وي هذا الشيء كاين، وي هذا الشيء كاين سبحان الله العظيم. انا دائما تنختلف مع الدورة، على حقاش تنقول هذه صعيب عليا باش نطبق، وهذه تندير هذا الشيء اللي تندير انا اللي جاتني في دماغي، جات زعما سهلة ليا تنتبعها. هذا الشيء الحمد لله تجيني اصلا النتيجة كاينة بزاف. بالنسبه بديت واحد الطريق مع الطفله الاولى مثلا، الى جينا دابا الطفل الداخلي طفله مثلا، ومشيت لهذاك الملف، مشيت هذيك كملت هذا الشيء ومشيت لواحد اخر وهذاك الملف بينت النتيجه، صافي تنقول هذاك الطريق فيه خير، هذه خرجني انا بعدها، بالنسبه لي انا خرجني. هذا الشيء اللي تنقول مع راسي. والحمد لله ما تنقولش هذه ما مزياناش ولا هذاك الطريق ما مزيانش ولا هذاك اللي تندير. المهم تنقول غادي ندير، ربي غادي يكمل. هادشي اللي غادي تنقول، واخا هادشي كلشي صعيب عليا، وزعما صراحه صعيب على هادشي اللي تقولي على القرايه، يعني اصلا على القراءه، على اللغه، على كلشي. انا عندي بجوجهم، ماشي نقول غير القرايه، حتى اللغه ما صعيب، ولكن تنقول هادشي غادي نمشي فيه، هادي عجبني، هادي ارتحيت فيه، غادي نمشي فيه. وسبحان الله العظيم وجاوني دابا الدورات بحال شرب الماء، سبحان الله العظيم بالنسبه ليا بحال شرب الماء. وهذاك النخبه ديغ اصلا النخبه خرجتني بواحد الوعي، واحد الادراك، واحد الوعي، واحد الادراك بالرسول، واحد الادراك حتى الانسان دابا سبحان الله حتى يهضر نعرف واش هضر، واش الرساله جاتني ولا ما جاتنيش. واخا انا ما قاسني، واخا يهضروا الناس بجوجهم ولا ثلاثه، تنحس باش واش انا جاتني رساله ولا ماشي جاتنيش. سبحان الله العظيم تنمشي نقراها ونقول هذاك الرساله اللي جات، هذاك الناس اللي تيتحاوروا هذه جاتني، هذه الرساله ديالي، نمشي نقراها ونلقاها ديالي. سبحان الله العظيم زعما
مي واحد ملي خش هذيك النخبه خشها بواحد واحد الواعي اللهم لك الحمد خطير زعما وفرحانه به زعما وزعماها شكرا لكم بزاف وشكرا للسيدة مريم على هذاك هذاك الطريق ديالها وهذاك العلم ديالها اصلا وهذه وسبحان الله دابا تشوف المجتمع وتشوف زعما الناس ملي كنت تنتخال ومرهان عطيه النصائح مرهان دابا سبحان الله تتبعدي وتتشوفي وتتشكري يا رب العالمين اللي قالت مريم وتتشكري يا رب العالمين فين كنت انا فين وليت وزعما وتتفهمي زعما تتفهمي الناس بالوعي ديالهم تتفهمي الناس بالعقود ديالهم تتفهمي الناس تتقدري الناس تتقدري الناس كل واحد تتقدرها ببلاصتو تتقولي هذه هو الوعي ديالي وهذا هو الفهم ديالو هذا هو العقود ديالو هذا هو تجربتو ما تتلوميش ياد ما تتلعبيش دور الضحيه ما زعما زعما ان شاء الله نتمنى هذاك النخبه اخرى عيشه خلينا ربي ترونكيل ياك ما بقيناش نقولوا راه دارنا خلينا والله خلينا ربي ترونكيل يعني ما بقيناش نقولوا دارنا وفعلنا وتركنا ما ما تتقدريش يا تسمعي هذا الشيء سبحان الله والله تتسمعيه تتحسب شي حاجه ضرك ربي اللي عطاني ربي اللي دارني ربي اللي كتب عليا الا بغى ربي اللي ما بغى ربي اللي ما بغاهاش واو 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 سبحان الله العظيم تتشوفي هذا الشيء تتحسب شي حاجه ما وي وي زعما شحال الظلم ظلمنا الله سبحانه وتعالى ومازال تتشوفي زعما تتشوفي الناس تتقولوا الحمد لله الشكر يا رب العالمين بهذاك اللي زعما بهذاك العلم بهذاك 6 سنين تنقول 43 عام ولا 42 عام انا عشت بهذا الشيء مره نقول الحمد لله والشكر لرب العالمين اللي فقت في البير اللي تقولي بحال هذاك البير اللي دا جبت الماء سبحان الله العظيم والله عائشه اشوفي عائشه نقول واش شوفي عائشه نهار اللي دخلتي معنا في النخبه رقم 3 والله العظيم انا شخصيا فرحت فرحت واحد الفرحه طاقتك ما نعرفكش وعجبتيني لا انت ولا اختك فاطمه اوداها ما شاء الله عليها تبارك الله عليها واحد الطاقه واحد القوه واحد المراه اللي بغات تبدل واحد المراه اللي جايه من واحد زعما معتقدات واحد المجتمع عربي كلشي ماشي امازيغي قلت حنا الجهه ديال امازيغ يعني اللي واحد الوعي الجمعي اللي خاطر بنتولات كلشي وباغيين يتغير واحد الطاقه طاقه كتحسيها واليوم من جيتي دخلتي حنا فرحنا بك الان شتي حكرتي من دخلتي بهذه الطاقه ثاني واليوم عائشه ودهاره تسجلت معنا يعني شي ايامات ولكن عاد اليوم دخلت معنا في المجموعه وفرحنا بها واحد الفرحه عندها طاقه سبيسيال لله عائشه يعني واحد الطاقه اللي ما شاء الله عليها تخلق ما شاء الله شكرا شكرا بارك الله فيك شكرا حتى انا فرحت بكم بزاف ملي رجعت الحمد لله كتبت لي شي تنقول نبيتها وقررتها سبحان الله العظيم وجيت خلدي معاكم ان شاء الله نتمنى الاستفاده لينا والاستفاده للمجتمع ان شاء الله كلشي نخرج حتى حنا للمجتمع نقولهم شي غير شي كلمات باش فين كنا فين ولينا حتى حنا نشوف حتى حنا هادشي الحلم ديالي نشوف غير شي وحده خرجت من فين كنت انا وفين وليت حتى انا دا. تتشوفي هادشي وتتشوف حسن عوان الناس بحالي كانوا حتى هما بحالي حتى انا كنت بحال هكذاك حتى انا كنت هادشي زعما ما كاينش شي طريق اخرى بحال كما بحال هذاك اللي كنت فيه تنقول هذه ما عندناش غير هذاك الطريق دابا تشوفي الناس نعم فازي عايشه كملي باش نقول لك واحد لانيكدوك تتقولي وي كنا تنقولوا تنشوفوا الناس تندوموا تنعاتبوا تنمموا تنحكموا دابا سبحان الله ما كاينش هذا الشيء تتمنى وتقرري تنتمنى ان شاء الله وتعاونيهم تجريهم لعندك لهذاك الطريق كما انت الناس عاونوك حتى انت حتى لهذيك زعما هذاك ما تيبقاش سبحان الله العظيم صافي تتوصلي ما تيبقاش هذاك الشيء تاع اللوم والعتاب وهذه تقدري الناس كما كاينين تقدروهم فهمتي تشوفيهم تقدروهم صافي سبحان الله العظيم اعطينا الناس الثقه خليناهم توما خليناهم ترونكيل مع ربي خلينا سوق راسنا والله خلينا سوق راسنا هكذا خلينا سوق راسنا خلينا الناس ترونكيل تهناو بينا الا كان عندنا شي شر تهناو بينا ان شاء الله الا نخرجوا بخير والنور والبركات والتغيير سمعتي بالنور ماشي ماشي مسؤوليه
اي صح الحمد لله والشكر لرب العالمين على الفضل والفضل عند رب العالمين. مش هنقول لكم ممتن، شوفوا ممتن لكم كاملين، كلمة 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 إن شاء الله. وشنو نقولوا للأستاذة مريم من هذا التسجيل بين الرحمن؟ لا فدوى خير الأستاذة، ما عمرني ما نوفت فيه صراحة، يعني الجهد ديال الملفات كيفاش كانوا معكلين، وكيفاش تقادوا، وكيفاش وليت كنعيش فيهم، هذا فضل من عند الله وامتنان وشكر كبير واعتراف بالجميل وعرفان للأستاذة مريم. الله يحفظها والله ينورها والله يزيدها نور ويخليها دائما في أعلى المراتب. ممتنة لها، ممتنة ممتنة جزيلا جزيلا. لالا سعاد شنو تقولي؟ أستاذة مريم بغيت نقول لك شكرا شكرا، احنا ممتنين وأطفالنا ممتنين لك وأرواحنا ممتنين لك، وسمحي لنا وأسفين بأننا احنا مازال ما عاطينكش هذيك القيمة اللي انت كتستحقيها والمرتبة ديالك انت، وحنا ولكن احنا غاديين في التنظيفات ان شاء الله شوية بشوية، وشكرا وحنا كنبغيوك بزاف. نحمدك وشكرا لك. لالا مريم انا شخصيا نبغي نقول شهادة شكر، ونقول أستاذة شكرا على الصدق اللي علمتينا، والعفوية والصراحة اللي كتواجهنا بها، وال يعني داك الجوهر الصدق، ماشي غير الصدق، يعني تعودنا عليك انك كنحسوا بيك كتصادقينا في الحب، كتصادقينا في مشاعرنا، كتصادقينا في كل شيء، ما كنحسوش اننا يعني ما كاينش في غلاف بيننا وبينك، كاين واحد المسار مفتوح من الصدق ومن الحب ومن الصراحة. هذا واحد. جوج كنبغي نقول ليها شكرا، وميم طون كيما قالت سعاد احنا غاديين في التنظيفات، لان بعض المرات الجمل ولا النصائح اللي كتعطينا ما كيتفهموش يعني في اللحظة، الوعي باقي ما علاش باش نقدروا نفهموهم، لان بالصدق ديالها والعفويه اللي كتصارحنا بشي حوايج اللي حنا كيبقى واحد الوقت كنعاودوا ديك الهضره عاد كنقدروا نفهموها. هذه شهاده مني. شكرا لك. شكرا لك لالا مريم. لالا عائشه كلمه اخيره ان شاء الله باش نختتموا. عائشه مشات لها الكونيكسيون. معليش عائشة كلمة أخيرة شكر، شنو بغيتي توجهي شي كلمة للأستاذة مريم إن شاء الله، وأبخي غادي نسالو بأن الرحمن. أنا الشكر والامتنان للأستاذة مريم. أنا ما عنديش، أنا الإحساس ديالي ما عنديش القدر اللي غادي نشكرها خصوصيا أنا، ما عنديش باش نقول لك شكرا، جزاه الله ألف خير. هذه ما يكفينيش بالنسبة لي أنا صراحة. هذاك الشكر والامتنان وهذه سبحان الله العظيم تنحس ماشي هذا الشيء اللي غادي نقولها ليه كثر من كثر من كثر. هذا الشيء اللي غادي نقولها ليه وشكرا ليه بزاف على حقاش بالنسبة لي أنا، واخا تنقول حتى نعيا ما نقدرش نوصف ليه اللي درت فيا. هذا الشيء اللي غادي نقول، وشكرا لكم بزاف أجمعين، وشكرا لك حتى وشكرا لمنورات كلشم اجمعين. هادشي اللي غادي نقول، منورات اميرتنا، اميرات الفي اي بي منورات، ورانا مع بعضنا وبون كونتينياسيون مع في المجموعات، واللي راه جايكم ان شاء الله داخلين مع جدد بين الرحمن في الفي اي بي 4، وغادي تكونوا نتوما القدوه ديالهم ان شاء الله في التنظيفات اللي تنظفتوا ان شاء الله، تكونوا قدوه وغادي تعاونوا كاملين وغادي تعاونوا بعضياتكم إن شاء الله بإذن الرحمن. وممتنة لكم ولهذا الوقت اللي أعطيته حق التجربة سيختو. لحفظكم، شكرا، ممتنة لكم، شكرا 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 لكم. الله يحفظكم وشكرا شكرا شكرا إلهام.